عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما الجديد مع قناة صوت المهاجرين في كندا. مرحبا بالمشاهدين ومرحبا بالناس اللي وضعوا الثقة في هذه القناة واللي اشتركوا مؤخرا. تحية لكم من هنا من مدينة ونباك مقاطعة مانيتوبا. اليوم غادي نتحدث لكم على ثلاثة البرامج التجريبية تحطوا في مدينة في مقاطعة الكيبيك. هاد البرامج هادو هي فرصة للناس اللي راغبين انهم يهاجروا لكندا والمقاطعة كيبيك على وجه الخصوص، انهم يشوفوا الشروط، يشوفوا المهن اللي مطلوبة في هاد الثلاث برامج. برامج ثلاثة، البرنامج الاول خاص بالبرنامج التجريبي لصناعة الأغذية، الناس اللي خدامين في الفود في الأغذية. البرنامج الثاني خاص بالعاملين في الرعاية غير الطبية للمرضى، الناس اللي كيحافظوا على النظافة وعلى النظام في المستشفيات. والبرنامج الثالث خاص بالعاملين في قطاعات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات والمؤثرات البصرية. هادو ثلاثة البرامج يلا تحطوا يوم 3 مارس، واللي غادي نعطيكم الشروط باش اي واحد عنده مهنة في هاد البرامج هادو يمكن يقدم، لكن ماشي الان. هاد البرامج غادي يتحلوا يوم البرنامج تاع تصنيع الأغذية غيتحل في 24 مارس، قرب باقي 3 اسابيع. البرنامج الثاني غيتحل يوم 31 مارس، والبرنامج الثالث غادي يتحل نهار 22 ابريل 2021. خوتي غادي ندخل الموقع الرسمي تاع مقاطعة الكيبيك وغنعطيكم جميع الشروحات على هاد الثلاث برامج. اشنو الشروط اللي محطوطة على قبل هاد البرامج، اشنو هما المهن المطلوبة في كل برنامج تجريبي. فقبل ما ندخلوا للموقع الرسمي خوتي، مازال كننتظر الدعم ديالكم، تشجيع هذه القناة على تقديم المزيد من المعلومات حول الهجرة والمهاجرين في كافة المقاطعات الكندية. فقبل ما تدخلوا خوتي وتشوفوا هذا الفيديو كامل، فما تنسوش الاشتراك، الاعجاب، نشر الفيديو حتى تعم الفائدة دون نسيان. دائما كنركز على هاد الناس اللي كيدخلوا القناة وباقي ما عرفوش الشيء الكبير الكثير على هاد القناة والمحتوى اللي كتقدموا. فمرحبا بكم، ما تنسوش الضغط على زر الجرس ويوصلكم جديد قناة صوت المهاجرين في كندا. المشكل هو ان الناس ما كتضغط على الجرس لتحت وكيوصلهم الفيديوهات ديالي متأخرين. فباش يوصلك الفيديو فما عليك غير تضغط على زر الجرس ويوصلك جديد هذه القناة. دون نسيان الخوت، مرحبا بكم في الصفحة ديالي على الانستغرام، مجموعة من التساؤلات راني كنجاوب عليهم. الانستغرام راك تشوفوه تحت من الفيديو، مو تي في كندا 79. مرحبا بكم. والناس اللي ما جاوبتهمش اسمحوا لي، بعض الناس ماشي كثرة، لانني معظم الايميلات كنجاوبهم. الناس اللي كيبعثوا السير الذاتية راني جاوبتكم، باقي شي جوج ولا ثلاثة اللي باقي ما جاوبتهمش. اليوم غادي نعمل المستحيل انني ان شاء الله نجاوبكم. تفرجوا في الفيديوهات اللي جايين ان شاء الله، غادي يكونوا فيديوهات مشجعة وان شاء الله برامج جديدة. اذا السلام عليكم من جديد، هذا هو الموقع الرسمي تاع مقاطعة الكيبيك، وهذا هو البرنامج الاول اللي تحدثت لكم عليه اللي غيبدا مارس 24 مارس 2021 كما كتشوفوا هنا، وهو خاص ببرنامج التجريبي لتصنيع الأغذية كما غنشوفوا هنا. مجموعة من الشروط معتمدة باش تكون مقبول في هذا البرنامج وباش تحصل على هاد الشهادة ديال الاختيار في مقاطعة الكيبيك اللي كتسمى الكي اس سي، اللي هي الكيبيك سيليكسيون سيرتيفيكيت. فمن ضمن الشروط باش تكون مقبول في هذا البرنامج اللي غادي نشوفوه هنا، مجموعة من الشروط خاصو السن ديالك يكون فوق 18، وخاص تكون عندك النية انك غادي تجلس في هذه المقاطعة باش تاخد واحد العمل. خاصك تكون عندك الاحترام للشروط باش تجلس في هذه المقاطعة، وعندك على الاقل خاصو يكون عندك واحد ديبلوم من الهاي سكول ولا من الكيبيك، ديبلوم
خاصو يكون عندك خدتي واحد العمل من في السيكتور اللي مطلوب في مقاطعة كيبيك، وخاصو يكون عندك تقريبا عقد عمل بمدة 24 شهر كما كتشوف، ويكون فول تايم، يكون في الكيبيك، يكون في السيكتور المطلوب، ومجموعة من الأمور اللي خاصهم يكونوا عندك. بالنسبه للشرط الاخير فهو الشرط تاع اللغه، وخاصو يكون عندك كما كتشوفوا هنا المستوى 7 في الفرنسي، ومن المستوى 7 يا اما كما غنشوفوا لتحت يا اما يكون في التي اف ولا التي سي اف ولا مجموعه من الامتحانات اللي يمكن انك ديرهم. كما كتشوفوا هنا هادو هما الامتحانات اللي مقبولين في هذه المقاطعه. بالنسبه للمهن اللي داخلين في هذا البرنامج فكاين مجموعه من المهن، مثلا جزار ولا عامل تحضير دواجين وما يرتبط بذلك، كاين عامل في الاغذيه والمشروبات، عامل في الاسماك والمأكولات البحريه، منظف متخصص، زائد لي نوك راه حاطينهم هنايا. فلا كانت المهنه ديالك كاينه هنا وكان نوك ديالك موجود هنا، فبطبيعه الحال فعندك فرصة كبيرة انك تقبل في هذا البرنامج. هذا مجموعة كما قلت لكم من الشروط اللي يمكن اي واحد يشوف واش عنده المهارات انه يتقبل في هذا البرنامج ولا لا. نجيو للجانب المادي، خاصو يكون عندك في الحساب ديالك هنايا كما غادي نشوفو، الا كان شخص واحد ولا شخصين فكيتزاد الفلوس اللي خاصها تكون عندك في الاكونت، زائد الاولاد واش عندك واحد ولا جوج ولا ما عندكش. فبطبيعه الحال هاد الامور عندها تاثير على شحال تاع المبلغ اللي خاصو يكون عندك في الحساب. فكما كتشوفوا هنا فاي عائله بغات تجي لكيبيك خاصو يكون عندها هاد لاسوم اللي كاين في الجدول على الاقل باش تساعد ولا تخلي العائله انها ما تلتجئش للمساعدات الحكوميه في الثلاث اشهر الاولى من انك توصل لمقاطعه كيبيك. كما كتشوفوا هنا اذا كان ادولت واحد خاصو يكون عنده 3248 دولار، الا كانوا شخصين خاصو يكون عنده 4816، وعدد افراد عدد الاطفال فهو توا كيأثر على الفلوس اللي خاصو يكون عندك في الحساب البنكي ديالك. البرنامج الثاني غادي يكون هو البرنامج التجريبي تاع العاملين في الرعايه غير الطبيه للمرضى والناس اللي كيحافظوا على النظام والنظافه داخل المستشفيات. فكيكون غيكون نهار 31 مارس 2021 كما كتشوفوا هنا، يعني اخر الشهر. من ضمن الشروط فهي تقريبا نفس الشروط بالنسبه للبرنامج السابق كما كتشوفوا، السن، اللغه، خاص تكون عندك النيه انك تجلس في الكيبيك لواحد المده معينه، يعني نفس الشروط. زائد كما غتشوفوا لتحت فنفس الشروط بالنسبه الحساب اللي خاصو يكون عندك في البنكه، فنفس تقريبا 3248، كتنطلق من 3248 بالنسبه لشخص واحد بدون اطفال الى 5549 او 6251 دولار بالنسبه لشخصين بثلاث اطفال. هنا غادي نخلي لكم اللينك تاع ثلاث برامج، وانتم الى ما فهمتوش شي حاجه خلوها لي تحت من الفيديو وان شاء الله غادي نشرحها لكم. بالنسبه للاستماره غادي نهار غادي تفتح البرنامج فغادي تكون الاستماره، الانسان كيدخل كيحط جميع المعلومات المتعلقه به، لا من اللغه لا من الخبره لا من الدبلوم اللي عنده. وفي طبيعة الحال ملي كتدفع الاستماره فكتستقبل واحد الرساله من مقاطعه الكيبيك اللي كتاكد توصلها بالاستماره ديالك، وبعد واحد المده ما عارفش المده لانهم ما محددينش فكيناقشوا الملف ديالك، ومن بعد كيرسلوا لك هاد الرساله اللي كتثبت انك انت مقبول ولا ما مقبولش. بالنسبة للبرنامج الثالث كما كتشوفوا غادي يكون غادي تفتح نهار 22 افريل
2021 هو خاص بالعاملين في قطاع الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات والمؤثرات البصرية، نفس الشروط تقريبا. هنايا نفس الشروط خاصو يكون عندك بالنسبة للسن، بالنسبة للغة، وبالنسبة للنية ديالك انك باغي تجلس في هذه المقاطعة، زائد الجانب المادي. فكما غنشوفو لتحت نفس المبلغ، غير واحد النقطة أساسية اللي بغيت نهضر عليها هو أن هذا البرنامج مفتوح بالنسبة للعاملين الأجنبيين أو الناس اللي عندهم واحد ديبلوم في مقاطعة الكيبك في هذا المجال ديال المؤثرات البصرية، ولا العمال الأجانب في قطاع الذكاء الاصطناعي. فهذو هما ثلاث البرامج اللي غادي يبقاو مفتوحين الى غاية 1 جانفي 2026، يعني تقريبا 5 سنوات وهاد البرنامج غيبقى مفتوح. فاللي كانت عنده هاد المهارات ويتسنى تاريخ ديال افتتاح هاد البرامج التجريبية، طبيعة الحال هناك خصائص في هاد المهن، هذاك الشيء علاش تفتح هاد الثلاث برامج. كنتمنى لكم التوفيق وان شاء الله خير، غير الإنسان يدير السبب والكمال على الله. تحياتي لكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيمشوا فيديو مهم وفيه معلومات مفيدة، ثلاثة البرامج يلا تحطوا نهار 3 مارس 2021، برامج مهمة اللي عنده المهن اللي تحدثت عليهم في الفيديو، فيمكن أنه ينتظر 24 مارس 31 مارس 22 أبريل باش يقدم على هاد الثلاث برامج اللي هما برامج تجريبية. خوتي إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، دمتم في رعاية الله وتبارك الله عليكم، نسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى